502 بس اللون. وهذا سرج الجماجم هم شريناه، بس شنو اللون؟ انا كنت شاري هذا قبل بس لان خيلي لونه احمر، فاحس هذا راكب عليه ولا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم بمقطع جديد من اللعبه الجميله ردد اونلاين. وبالمقطع هذا شريت سلاح اللانكستر ريبيتر وشريت سرج الجماجم، هذا طلب من المتابعين. ولا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. اليوم ان شاء الله ابي اشتري سلاح اللانكستر ريبيتر، وهذا طلب من احد المتابعين، وقال لي اشتر رول الكوليكتر ورول الطبيعه. انا شاريهم اساسا من زمان. انا عموما شاري كل الوظائف بس باقي المونشاين. الطبيعه شريتها قبل كم يوم تقريبا، والكوليكتر قبل شهر، بس ممكن يكون متابع جديد للقناه فطلب مني اني اشتري اللانكستر، وفي متابع ثاني طلب مني اني اشتري سرج الجماجم، فان شاء الله بشتريهم كلهم. بس ما ادري السرج ممكن يكون مقفل، الله اعلم، فما ادري. خلونا نروح نشوف. وانا قلت من قبل منزل مقطع ان المونشاين افضل وظيفه. شنو الموضوع هذا؟ لا يكون ابو خريطه كنز. المونشاين قلت افضل وظيفه تعطي فلوس، وانا عند كلمتي لحد الان. اوكي، هذا مره قتلته وخذيت منه كنز. Outlaws maybe? Can't say, but it don't look good for him. والله يا اخوي لغة الانجليزية ما تساعدني، ما ادري شنو تبي، فخليني اوافق. What are you thinking? See, I knew just from looking at you. حلو تمام. But listen, they ask you ain't seen me, okay? حسب المعلومات ان صديقه محجوز عند اللي تحت، فلازم نروح نتفاهم معاهم. بس خلونا اول شيء اكل واضبط سلاحي، نضبط الشوتجن وال لا مو يلا يا خلنا نطقطق عليهم على الفارمنت، لان الفارمنت ممتع. لا 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 الطحين تكفى. حلو تمام، خلنا نساعده نشوف ممكن يعطيني كنز. والله ترى ما ادري، الله اعلم. حلو حلو، ماسكين المسكين. ليش ماسكين المسكين المقلوب على امره؟ بس دقيقه قبل لا يصيدوني، بس دقيقه ان شاء الله اني اقدر احط بيرك الديد اي. بس وين بيرك الديد اي؟ هو احمر صح؟ والله ضيعته تصدقون، والله ضيعته شباب. كنت ابي والله اللي يعطي الاكسات على العدو، عرفتوه؟ اكادي بس اكادي 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 اكادي، خذ ذي وهكادي 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 وهكادي. حلو حلو، اللي بعده اللي بعده، يلا يلا يلا. لا 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 لا، اسلحة قوي. حلو، لا 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 لا، قوي قوي انت ما شاء الله عليك، والله قوي. سوي ريلود سوي ريلود يا بطله. ايوه يا اسطوره، انت اسطوره اصلا من زمان، مو شيء جديد. اقول هي هاك 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 هاك، يلا والله شيء رهيب. كات ويت بليز، خليني الوت، خليني الوت واجيك حبيبي، معلش يعني. خلاص خلاص الحين نروح شوفوا لقيت معاهم كرت. وشباب لا تقصرون بالدعم سلسله سواء ريد ديد ريدمشن او ارك اسندد، توني قمت العبها صراحه ممتعه، واتمنى تدعمونها باللايك عشان نستمر، لان في ناس في متابعين انا لاحظت انهم يتابعون بس ما يعطون لايك، ممكن ينسون اللايك او شيء الله اعلم، فلازم انك انت تلتمس العذر لهم. انا اقول انهم ينسون اللايك، فلا تخلي مشاهدة الفيديو تنسيك اللايك، لان اللايك جدا مهم بالقناة، ينشر الفيديو
ما في منه أرباح اللايك، ما راح يجيب مبالغ، ولكن يساعد في نشر الفيديو ونشر القناة، فلا تقصرون باللايك يا شباب. دقيقة، طلع السلاح، أنا شكلي بموت هنا. تعالوا يا جبنات، تعالوا شايفيني، تعال قرب، تعال بعطيه. شنو صار عندي؟ ليش ظلمة؟ هذولا ما بلوتهم الشباب، قلشت هني صارت ظلمة. فمثل ما قلت اللايك مهم جدا يا شباب، لا تنسون اللايك، اللي ما عطى لايك يعطي الحين، الفرصة موجودة. وان شاء الله راح العب ارك، لان ارك مستمتع فيها جدا. ما يمدي يا حبايبي، خلاص وصلت. يبونا ها، شخصنوها معاه والله. شوفوا هذا راح يعطيني ذهب، يعطيني ذهب ممكن 0.8. شيرف مثل ما قلت 0.8. شباب في جلتش قوي باللعبه، ملاحظين السواد هذا؟ ملاحظين السواد هذا؟ اذا كثر بطفي اللعبه واشغلها. فخلونا نروح للاميرلاند، لا التمبل ويد سوري، علشان بشتري اللانكستر. ايه جلتش رسمي، جلتش شايفينه، لازم اني اغير ال، ولا تدرون شلون بغير السيرفر مره واحده. يلا حلو نغير، بعدين نروح وين؟ للتمبل ويد. الحين اروح لمحل الاسلحه واخذ اللانكستر، ان شاء الله يكون عليه خصم ان شاء الله. اللانكستر ريبيتر صراحه شوفوا انا افضل البولت للامانه على اللانكستر، بس اللانكستر اسرع. اللانكستر ريبيتر ما عليه خصم، عموما سعره حلو يعني 243، حلو جيبه. هذا السلاح وشريناه، ورول كوليكتر طبعا والطبيعه شاريهم من قبل. هذا شنو يسوي؟ هذا ما يسوي شيء. حلو نروح نشوف الاضافات. البرل مثل ما قلت اي شيء يزيد من دمج السلاح اشتريه، او الدقه جيب. السكوب هم جيب، لازم تضيف سكوب لللانكستر او البولت. بس خلاص اكسسوارات ما ابي الا اذا كان مجاني، اكيد راح اخذه. هذا مجاني جيبه، بس ما راح ادفع اكثر. الحين نروح ل الاسطبل نشوف طلب المتابع الثاني، والله نسيت اساميهم صراحه، فبحط الكومنتات هنا ان شاء الله. طلب مني اني اشتري سرج الجماجم، بس اتوقع انه مقفل، الله اعلم اذا كان مقفل ولا لا. تمام، وخر انت لا ادعمك حبيبي. تدرون عاد ان ال شو اسمه الاسطبل مال التمبل ويد ما اجي كثير. يلا شش روح زمرده عشان بس ما يقلش الاسطبل. الحين نشوف طلب سرج الجماجم، عندي احساس انه مقفل والله، بس خلينا نشوف. حلو جيب، اتذكر اسمه هذا هو. كم؟ 502، بس اللون
وهذا سرج الجماجم هم شريناه. بس شنو اللون؟ انا كنت شاري هذا قبل بس لان خيلي لونه احمر، فاحس هذا راكب عليه. ولا شوفوا هذا، والله هذا حلو شباب، ولا يتهيأ لي والله حليو. لا هذا ما حبيته يا اخي، شريته. عموما باخذ هذا الاحمر، احس انه راكب على الخيل. وباخذ له بعد هذه الاخيره، فتحت ولا لا؟ اوف يا هذه، والله هتجيب هذه. بشتري اي شيء فتح معاي جديد. لا هذول ما بيهم، ما بي هذولي، ما بي. ما هذه افتحها متى؟ في الكوليكتر ليفل 10. الله الله على اللون، طقمنا اللون. ها احمر طبعا. عاشت الزمردة. يلا عاشت الزمردة. شوفوا الحين الزمردة صارت معاها السادل الجماجم. والله لونه حلو صراحة، قريب جدا اللون اللي او لون خيلي. الحين نروح وين؟ نروح 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 نجيب باونتي، لان المقطع اللي طاف قلت ابي اجيب باونتي وما جبت باونتي صراحة، فلازم الحين اجيب باونتي. عموما خل نروح ناخذ رصاص. هناخذ رصاص واطلع على طول. You can take a real close look at anything you like. يلا اخر واحد للشوت جن عليه خصم. حلو حلو تمام. الحين نروح نجيب لنا باونتي على السريع السريع، وبعدين نروح وين؟ لابو حسن وصل له بضاعه. تمام، عندي ثلاثه وعندي هذا، بختار هذا طبعا لان انا ما عندي عربه الباونتي اللي تشيل ثلاثه. الحين وين هذا؟ شايفين مكانه وين؟ عليه التارجت. انا قبل اسجل جبت باونتي بعد. حلو حلو، طلع اللانكستر. وين الشباب؟ هذا واحد. اوف والله واجد. What are you doing here? جاي ابي المدير بساطة، يعني ايش عندي تتوقعون يعني؟ ايش تتوقعون؟ يعني اكيد ابي مديركم بموضوع. الموضوع ما في اني ابي مسؤولكم. في واحد بدري شاف. ول 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 ول. اللانكستر، يا ويلي اللانكستر. اطلع انت اطلع. جيسس الباونتي هرب صح؟ خليه اللون. نبي احنا شنو؟ نبي الراس العود. احنا نبي الاساس. بس لا يهرب لا يهرب. شايفينه؟ تعال 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 تعال، اشبعك حب اشبعك حنان. تعال يا ابن الحلال. ليش مستسلم؟
ليش مستسلم يا جبان؟ يلا يلا خل نروح نسلم الحين بسرعة، بس ما راح انتظر طبعا 12 دقيقة مستحيل انتظر، فبروح اسلم على طول. مستحيل انتظر. وين مكانه؟ وين يبون يسلمه؟ لا 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 ها ها تسوي تسوي. وين يبون يسلمه بس؟ خلينا نشوف الخريطة. نبي الخريطة حبيبي، الخريطة خريطة. ارمادلو قريب، يلا سلمه. والله شباب انا صاير كسلان، ما لي خلق انطر والله. قبل كنت انطر 10 دقائق، الحين ما لي خلق، خصوصا بالبدايه لفلك 10. اي اما الحين شوف كم لفلي، 47 شباب خلاص تعديت المرحله هذه. تعال خلنا نوديك عند الشرف ويعطيني الذهب. Good job, Rose. الحين بروح تدرون وين؟ بجيب حيوانات حق التاجر ونوصل له بضاعة. بس شوفوا خليني أقول لكم شغلة، انا افضل اني اجيب للتاجر حيوانات من الحظيره. ليش؟ القزال اللي هني يا اخي مزعج، تلحقه وتربطه، فاذا كانت عندك عربه ما تقدر تجيب حيوانات للتاجر، صعبه، لازم تكون عندك حظيره مغلقه ويكون فيها حيوانات. فبروح تدرون وين؟ بروح لحظيره البلنتاين، من زمان ما جيتهم، فراح اروح هناك وناخذ منهم بعضا من الاقنام. شايفين ايش كثرهم؟ الحين هذول لو بمسك واحد خلاص راح يهربون. راح طاحت، فما بيهم، خليه يولون، خل نروح الحظيرة احسن. خل نروح للفالنتاين. عاشت عاشت ام الروز. تسمعون اصواتهم؟ دش اقتحام، روح 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 اقتحم اقتحم. ايوه بس بس هني هني واقفي. ايوه بس خلاص الحين حمل على طال. نجمتين، ليش ما في ثلاث نجمات؟ قاعد اختار بعد. ها والله كلهم نجمتين، ها ثلاث. هين هين يا الخرفان. خلاص صادني بسرعة 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 بسرعة. God damn man. قوم انت قوم، خل اشوف كم نجمة. نجمتين. جيب جيب نجمتين، يلا جيب نجمتين بسرعة بسرعة. يا انا يا هم، اليوم اليوم انا ماخذ خمس ماخذ بسرعه. والله وصلوا. ها جو جو، والله جو جو. خلينا اسرع هذول اول شيء. تعال 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 تعال. الثاني حلو، بسرعه بسرعه. تعال حبيبي، لا لا تعال. الحين هذا رقم ثلاثة. والله ودي بثلاث نجمات لأن أنا خلاص تخربت معاي اليوم. انقلع منك يلا يا فاري، ليه يلا انقلع منك يلا.
بسرعه. جو 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 بت انا مت بت ام ديد ام ديد ام ديد. سرعه سرعه يا مروز. جو الشرطه يا روز. حلو حلو الحين اقدر اطرد العربه واجيب زمرده. اجيب زمرده واطلع. ول 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 تسمع صوتها. ايش تبون بالبنت قاعد تصيح؟ ابي اخذ اخر واحد بس ما ادري ليش فصلت على الاخير. والله شباب بس ما في تصدقون. يلا عموما خروح خروح المخيم للتمبل ويد طبعا نروح الفاست ترافل. نروح للتمبل ويد. الحين وصلت لابو حسن في مهمة جانبية بسحب عليها. خلنا نعطيه الحلال. الحلال طبعا مثل ما سمعتوا مثل ما سمعتوا بالضبط. اشربي يلا 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 خذي خذي باور. البضاعة فل. اوووووب ستوكس ار لوكينج جود. ذيس از جود كواليتي. جود كواليتي اكيد جود كواليتي. انا ما اجيب لك شيء ردي يعني. حلو الحين ناخذ البضاعة 1200 يا اخي والله طلعنا فلوس من التاجر. You know I really feel like a new man. All these long. حلو حلو. وين نبي نوصلها خلنا نشوف. راح نوصلها والله حلوة المسافة صراحة يعني متوسطة مثل اللي آخر مرة. جو هيد. يعني يبي له تقريبا 8 دقائق أو أكثر. أوه لازم أرد 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 لا تطيح العربة. لازم تلفها لفة قوية شوف. نروح ممكن نتعرض لهجوم. ممكن روز تتعرض لهجوم من قطاعين الطرق والناس المتطفلة. شايفينهم تحت. هذه المهمة يا عمي. انا وين انا عندي مهمة طلع منها 1200. انا وين وانتو وين؟ هجموا علي. حلو حلو ما طحتوا الا بشر. ما طحتوا الا بشر. اما الروز تعال 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 تعال. اوه نسيت لا اربط. تصدقون والله نسيت لا اربط واحد فيهم لاني والله مالي خلق كل شوي اوقف عليهم. اذا جوني ثاني مره بربط واحد فيهم. نجيب الخيل. حلو هذول ثاني مرة انزلي. تعالوا 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 هني تعالوا 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 تعالوا. هذا واحد. هذا وين الأخير؟ أبي واحد بس. تعال 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 شبعك حب وشبعك حنان. خلاص الحين ربطنا خلاص. جيسس الحين تمشي على راحتي لا يكلمني ولا اكلمه. الحين اسلم العربة واخذ المكافأة الفلوس والاكس بي واخذ مكافأة الذهب. مهمة جدا لا تطوفونها. الحين اوريكم شلون تاخذون الذهب. مع كل توصيل بضاعة للذهب يعطيك 1.2 ذهب. فخلونا نشوف الطريقة. الحين ناخذ المكافآت 5000 اكس بي 1200 فلوس العادية. فشلون ناخذ الحين مكافأة الذهب؟
نضغط ستارت، نروح رابع وحده، بعدين نروح لأوردز، بعدين نروح للتاجر. تحصلون هني هذا ذهب، كل توصيل بضاعة يعطيك 1.2 ذهب، ناخذهم ونطلع. شوفوا الذهب 1.2. وبس هني اكون وصلت لنهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم.